أحصل على الجنسية بخطة كونية، هذا أجمل. وصغر أيضا نفس الشيء، نعطيه 50. أوكي شباب. وأيضا الباك جراوند الخلفية نغيرها، هذه أصبحت جميلة جدا حقيقة، واضحة هكذا. أحصل على الجنسية بخطة كونية، أعمل سيف، أعطيها اسم أسميها اسم الملف، يعني صورة تجريبية 5، اسم الملف صورة تجريبية 5، وافتحها عن طريق برنامج الرسم. هذه أجمل. الآن استنسخها كوبي وأضعها هنا في السلايد الثاني، أصبحت جميلة جدا وواضحة. أوكي هكذا. فقط ركز على الأوباسيتي، لاحظوا هذا الأوباسيتي، الشفافية باللغة العربية، الأوباسيتي الشفافية، لاحظوا. فنعطيه كي، فأصبح لدينا الآن تو سلايدز، سلايدين، اثنين سلايدز، هذا الأول وهذا الثاني. الأول سفري خطة كونية أنا قوة الكون، والثاني شعب تلك الدولة يرحب بي أحصل على الجنسية بخطة كونية. واضح. ومرة أخرى أكرر، هنا صورتك وهذا شكل الجواز، شكل الجواز هذا للدولة التي أنت تعيش فيها، أنت أساسا متجنس هناك، هذا قلناه في الحلقة رقم السابقة، حتى لا أريد أن أقول السابقة أو الماضية، في الحلقة رقم 760 أنت أساسا متجنس، فوضحناها، الذين كانوا معنا في الحلقة رقم 760 يعرفون هذا. فلا نبدأ الجلسة هذه، هذا التطبيق أيضا، ونعيش هذه الكلمات. تتبع الكلام، تغلق عينيك 10 ثواني، 15 ثانية، ثم تفتح عينيك وتركز في الصورة، والصورة جميلة جدا، وكلما تركز على الصورة وتعيش الكلام وتعيش الصورة وتعيش بأحاسيسك وعواطفك أن شعب تلك الدولة يرحب بك وأنك تحصل على الجنسية بخطة كونية، هل تلاحظون؟ فهذا مهم الذي نقوله حقيقة. دعونا نطبق. تبني صور وشعب تلك الدولة يرحب بك، كيف يعني هذا البناء؟ كيف يتم هذا البناء؟ بمعنى أنت تعيش في مدينة، في إحدى مدن تلك الدولة، وفي هذه المدينة لديك جيران، الشعب في تلك المدينة يحبك وأنت تحبهم وتحترمهم وهم يحبوك ويحترمونك. فعندما نقول بهذه الصلاة شعب تلك الدولة يرحب بي، فأنت تعيش، أنت في مدينة وتتمشى مثلا في حدائق تلك المدينة، والناس يسلمون عليك وأنت تسلم عليهم، ولديك صداقات، لديك علاقات اجتماعية معهم، فتقول شعب تلك الدولة يرحب بي، شعب تلك الدولة يحترمني، شعب تلك الدولة يحبني. وعندما أنا أقول تلك الدولة أنت تذكر اسم الدولة. أوكي؟ أنا أقول تلك الدولة لكن أنت تذكر اسم الدولة. شعب تلك الدولة يرحب بي، تقول هذا. أنا أحب شعب تلك الدولة وشعب تلك الدولة يحبني يحترمني. الرب يبارك شعب تلك الدولة. أعيش بحياة عظيمة في تلك الدولة. أعيش بإبداع عظيم في تلك الدولة. حياتي وظروفي عظيمة في تلك الدولة. تقول أحصل على الجنسية بخطة كونية. تلك الدولة أو هذه الدولة تحب أن تمنحني الجنسية، أنا متجنس هناك،
أنا متجنس هناك. جنسيتي هي خطة كونية، سفري خطة كونية، حياتي هناك هي خطة كونية. شكرا 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 للكون، شكرا 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 لحياتي، شكرا لأفكاري. جنسيتي هي خطة كونية، حياتي في تلك الدولة هي خطة كونية. الكون يفتح أمامي فرص غير محدودة في تلك الدولة، هذا سطر مهم نركز عليه. الكون يفتح أمامي فرص غير محدودة في تلك الدولة، نكرر، الكون يفتح أمامي فرص غير محدودة في تلك الدولة، نكرر، الكون يفتح أمامي فرص غير محدودة في تلك الدولة. شكرا 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 شكرا.